طيب تبي تزرع ها؟ الزراعة دي شيء من الماضي، الحين عندنا زراعة أعقد، بس يمديك تجيب أكل بأضعاف الكميات وبوقت أقل. واليوم راح أشرح كل شيء عن الزراعة. الفيديو ذا راح أقولك كل شيء عن الزراعة والطريقة البسيطة للزراعة والطريقة إنك تجيب محصول ضخم. وفي البداية لازم تصنع جاردين ديج ماجيك عند الساينس ماشين، وتستخدمه على الأرض عشان تحط أرض زراعة. بعدين تحتاج هو وشفل، شيل الحجر بالشفل وحط حفرة زراعة بالهو عشان تزرع. وش تزرع؟ بذور أكيد، يمديك تحصلها في أي مكان على الأرض. ازرعها، وعادة تحتاج النبتة من 3 إلى 4 أيام عشان تنبت، بس النبتات اللي برا الفصل حقها راح تاخذ وقت أطول، وراح تطلع لك خضروات وفواكه عشوية وبعد بيد. والبيد هي نبتة تخرب عليك، فشيلها أول ما تشوفها، والباقي احصدها. وتذكر أن مهما هملت النبتة راح تنبت لك وتعطيك محصول. فإذا بس تبي تزرع بذور عادية وتحصد اللي يطلع لك، فهذا كل اللي تحتاج تعرفه. بس إذا تزرع خضروات وفواكه مخصصة ومو عشوائية لتتحكم وش تنتج، فيمديك تعطي الحصاد للطير راح يحول البذور وبعدين تزرع ذي. طيب تبي تاخذ محصول أكثر لكل زراعة، فلازم تهتم للنبتة، وإذا اهتمت للنبتة مرة راح تنبت كبيرة وتعطيك فواكه وبذور بعد ما تكسرها وتتفاخر فيها. بس كيف؟ النبتة عندها نقاط توتر، طبعا كل ما كانت أقل كل ما كانت خضروات الفواكه أفضل. في 7 نقاط، وفي كل مرحلة للنبتة، واللي هي نبتة، صغير، متوسط وناضج، يفحصون حالتها. إذا كان في نقطة توتر تنحسب، وممكن توصل نقاط التوتر إلى 28، بس ما عليك منها، لأن في طريقة إنك تزرع نباتات وتسحب عليها وللحين راح تنتج فاكهة وبذور. بعدين تأخذ الفاكهة وتزرع بذور، سهل صح؟ إذا النبتة عندها 1 أو أقل نقاط توتر، يوم تنضج راح تكون كبيرة. إذا النبتة عندها بين 2 إلى 6 نقاط توتر، راح تكون في بذرتين زيادة على الفاكهة. إذا النبتة عندها بين 7 إلى 11، راح يكون في بذرة واحدة زيادة على الفاكهة. أي شيء زيادة عن 12 راح بس تحصد الفاكهة. طيب عشان نزرع بس هالشكل، راح نزرع نبتة وناخذ فاكهة وبذرة، فكيف نجيب بين 7 إلى 11 نقاط بدون تعب؟ طيب خلنا نشوف نقاط التوتر اللي سهل نتعامل معها. أول شيء هي الفصل، بس كيف تعرف أي فصل النبتة تزرع فيها؟ عشان تعرف اصنع خوذة الزراعة، يمديك تتعلم عن النباتات معلومات منها. إذا رحت عندهم وكنت لابس الخوذة، سو لهم بحث عند كل مرحلة في الزراعة عشان تعرف معلومات مثل أي فصل النبتة تفضل. بس عشان تشوف المعلومات ذي، اضغط على الخوذة وراح تطلع لك سجل للنباتات. هناك كل شيء سويت له بحث راح يطلع لك. الحين عرفنا نتخلص من نقطة توتر الفصل، بس نحتاج نزرع النبتة في الفصل الصح وخلاص. النقطة الثانية هي العائلة، سهل بعد تتعامل معها، بس تحتاج انك تزرع على الاقل 4 نباتات قريبة من بعض من نفس النوع. وكذا خلصنا من النقطة الثانية. بس عشان تتفادى نقطة الازدحام، لا تزرع اكثر من 10 نباتات في ارض زراعة واحدة. عشان تخلص من البيد، لا تحفر حفر فاضية، اذا كان في قريب شيله بشفل. وكذا غطينا على 4 نقاط توتر بسهولة، بس يبقى 3، واكسجين ممكن توصل للنقاط الثلاث هو 12 نقطة. فبس نحتاج نتعامل مع نقطة واحدة، وبعدين راح نضمن بذرة مع فاكهة، ومديك تتعامل مع آخر نقطة بسهولة بعد ما زرعت النبتات، وهي تكلم مع النبتات. بس كذا، بس تكلم معهم مرة واحدة أو اعزف لهم عن طريق الوان مان باند أو القرن بيفلو، أو استخدم الصدفات أو البان فلوت. وكذا خلاص ما نحتاج نسوي أي شيء زيادة على النبتة، وبعد 3 إلى 4 أيام راح تنبت لك فاكهة أو خضرة وبعد بذور معها. ذي الطريقة راح تزرع بشكل منتظم وسهل. ازرع 4 من نفس النبتة في الفصل المناسب، تكلم معهم مرة واحدة. إذا ما تبي فواكه خضروات كبيرة بس تبي أكل، فهذا كل اللي تحتاج تعرفه عن الزراعة. ويمديك تسقي النباتات وتكلم لهم في كل مرحلة، وراح تاخذ بذرتين بدل واحدة. ولا تنسى إذا تبي بذور أكثر، أعطي الطير الفاكهة عشان يحولها لبذرة. بعد ما تجمع العدد اللي تبيه، بس عيد الطريقة. هذا كان الفيديو للناس اللي بس يبون زراعة سهلة. إذا استفدت حط لايك، وإذا تبي تشوف مقاطع أكثر اشترك. أما الباقي اللي ما عندهم شيء أحسن يسوونه ويبغون محصول ضخم، كمل الفيديو. طيب تبي فواكه ضخمة، فيعني لازم تهتم النبتة بأفضل شيء، وتكون نقاط التوتر 1 وأقل. في البداية نحتاج نطور خوذة الزراعة عند الرونز. اللي يختلف بين هذه والعادية، إن العادية بس راح تعلمك إذا النبتة سعيدة أو لا، أما الخوذة المطورة راح تعلمك بالضبط وش المشكلة، مثل الماء أو البيض أو العائلة. طيب حنا نعرف كيف نتعامل مع الفصل، وإن كل نبتة لها موسم مخصص لها.
إذا تحاول تزرع خضروات ضخمة بس مو في الموسم الصح فمستحيل تكون ضخمة، لأن راح تأخذ نقطة توتر لكل مرحلة، يعني 4 نقاط. وبعد نعرف كيف تتعامل مع العائلة، ازرع من نفس النبتة على الأقل 4 قريبة من بعض وكذا خلصت. عشان ما يكون في ازدحام لا تنبت أكثر من 10 نبتات في مربع واحد. وبعد الويد، إذا كان في ويد شيله بشفل، والويد راح يمت من نفسه في الحفرة الفاضية أو إذا حطيت بذور عادية، بس إذا كنت قاعد تستخدم بذور مخصصة فما راح ينبت أي ويد. وفي بعد نتكلم عن النبتة، واللي لازم تسويها لكل نبتة يدويا أو تعزف وراح توفر وقت. بعد الماء عشان تجيبه تحتاج تصنع واتر إن كان، وتعبيه ماء من البحيرات مثل عند الضفادع أو الواحة، بس مو من البحر لأنه مالح. وعند كل أرض زراعة في نسبة رطوبة من بين 0 إلى 100، وعند كل استخدام من واتر إن كان راح يعطي 20 نسبة رطوبة، والرطوبة تجف على حسب درجة حرارة العالم. إذا كانت تحت 0 يعني شتاء فما راح تنقص رطوبة، وإلى 0.05 تنقص كل ثانية إذا كانت الحرارة 70 يعني صيف. وبعد إذا كان في مطر فراح تزيد رطوبة للأرض 1.5 لكل ثانية على حسب قوة المطر. هذه الرطوبة تنقص من الحرارة، بس النباتات كيف؟ طبعا الرطوبة اللي يحتاجها البطاطس أقل من اللي يحتاجها الطماطم، وفي جدول في الوصف عن كمية الماء اللي تمتصها كل نبتة في الثانية. بس اسحب عليك اللي قلته، لأن يمديك تعبي رطوبة الأرض إلى 100 وكل شوي تحط موية عشان ما تنقص، أو إنك تستخدم الخوذة الزراعية وتشيك على النبتة إذا تحتاج موية ولا. بس وآخر شيء الغذاء، وأعقد شيء، بس كيف تعرف النبتة كم تحتاج ماء وش موسمها اللي تفضلها؟ ذي الأشياء تعرفها من الخوذة، راح يكون في هناك المعلومات اللي تحتاجها. بس إذا عندك نبتة مقفلة تحتاج إنك وهي مزروعة تسوي لها بحث عند كل مرحلة. إذا خلصت راح تفتح كل المعلومات حقت النبتة اللي سويت لها بحث. طيب كيف تقرأ المعلومات؟ في اليسار في المواسم حقت النبتة، وفي النص هو كمية الماء اللي تحتاج النبتة، وفي اليمين هو الغذاء. وفي 3 أنواع من الغذاء، ركز على شكلهم لأنه مهم. والسهم إذا كان على تحت يعني النبتة تفرز هذا الغذاء، أما إذا كان السهم على فوق فهو الغذاء اللي تحتاج النبتة. وعدد الأسهم هو عدد الغذاء. مثال، لأن الحصاد يكون عنده 4 مراحل، فأي محصول يطلب 4 غذاء راح بس ياكل مرة واحدة في كل مرحلة. واضح؟ طيب إذا في 3 أنواع كيف أعرف وش نوع غذاء يفرز أي نوع؟ عشان تعرف ببساطة لازم تسوي بحث للغذاء بعد، واللي هم نور، كوانو، بكتبوب، عفن، بيض خربان، جلومرقوب، سمك معفن صغير وكبير، كومبوست، كومبوست راب، تري جام، وآخر شيء الجروث فورمولا. ذول كل الغذاء الموجود في اللعبة، إذا سويت بحث لهم راح تشوف إيش يفرزون. وذي هي نفس 3 أنواع الغذاء للنباتات. مثال، البطاطس يحتاج غذاء سهمين من ذا النوع، فاثنين منور راح تعطي كل الغذاء لحبة بطاطس كاملة. طيب أنواع الغذاء واضح أغلبها عن كيف تجيبها، بس بعضها لا، مثل الكومبوست، وعشان تجيبه تحتاج تصنع آلة تحط جوات أشياء رطبة وأشياء ناشفة. رطبة مثل أكل وهامبلت، وناشفة مثل جراس وتويج وباين كون، وراح يخلطهم ويطلع كومبوست. أما الجروث فورمولا ممكن تطول إلى أن تصنعه، لأن يحتاج كلب وعلب، بس إذا قدرت تجيبه أنك تصنعه مو مرة غالي، والعلب يمديك تستخدمه أكثر مرة. الجروث فورمولا يصير أحسن كل ما تعفن، بعد 3 أيام كاملة وهو يتعفن راح يصير سوبر جروث فورمولا، وراح يصير 5 استخدامات على عكس استخدام واحد. وإذا حطيته في صندوق يتعفن أبطأ، وإذا حطيته على البحر يتعفن أسرع. وآخر شيء الكومبوست راب، بس وورم مود يمدي يصنعه الحين، يعني يمديني أزرع 9 دراجون فروتس وأعطيهم 18 جوانو. للأسف مو بدي سهولة، لأن كل أرض زراعة بس تخزن كحد أقصى 12.5 من كل نوع غذاء داخلها، يعني بس يمديك تحط 6 نباتات تحتاج 2 غذاء، وبس 3 نباتات تحتاج 4 أسهم غذاء. طيب وش الحل؟ الطريقة الأولى هو إنك تحط غذاء يدويا، بس استخدم خوذة الزراعة. إذا النبتة تحتاج غذاء حط غذاء، ومع أكثر من نبتة ممكن تحتاج حط غذاء بعد كم مرحلة. يعني مثلا أنت زرعت 9 نباتات تطلب 2 غذاء، ف9 × 2 يساوي 18، واللي هو الغذاء اللي راح تحتاجه، بس راح نقسم على 4 لأن فيه 4 مراحل، يعني النبتة راح تأخذ 4.5 غذاء في كل مرحلة. فيعني بدك تحط غذاء كحد أقصى شيء في البداية، بعدين تحط 9 أسهم غذاء بعد مرحلتين، لأن الحين الأرض ناقصة من الغذاء ويمديك تحط زيادة. بس بالطريقة ذي إذا نسيت تحط غذاء فما راح تصير ضخمة، عشان كذا في طرق ثانية، وهي نقص عدد النباتات عشان بس نعطيهم غذاء مرة واحدة، مثل الطماطم والبطيخ سهل تحصدهم،
لأن يستهلكون سهم واحد من نوعين غذاء، فيمديك تزرع حتى 10 في أرض زراعة واحدة وتعبي غذاء بقدر ما يحتاجون بس مرة واحدة. بس مع خضروات وفواكه تستهلك سهمين، وبس تبي تعطيهم غذاء مرة واحدة فيمديك تزرع أكثر شيء 6 في كل أرض زراعة. للحين راح يكون في عائلة يمديك تحط 12 سهم الغذاء مرة واحدة فقط. مثلا أسبرغس ازرع 6 وحط 12 عفن، وهذا كل اللي تحتاجه عشان الغذاء. بس الخضروات والفواكه تستهلك 4 أسهم بس، يمديك تزرع 3 في كل أرض زراعة بدون ما تعطيهم غذاء في أكثر مرحلة. فكيف تتعامل مع وقت العائلة وهي تحتاج على الأقل 4 جنب بعض؟ يمديك تحط أرضين زراعة جنب بعض وتحط في كل أرض 3 نبتات واقسم الغذاء على أرضين، وهذا كل اللي تحتاجه. مثلا ازرع 6 دراج فروت، 3 في كل أرض، وحط 6 قوانو في كل أرض. ممكن تكون غالية بس الدراج فروت تستاهل شخصيا مثل وورت اللي بس ياكل خضروات وفواكه، وذي الطريقة إذا بس كنت تبي نوع واحد من المحصول. والغذاء يعطي كثير، وأغلب النباتات ما تطلب كثير، بس ممكن تكون غالية خاصة مع النباتات اللي تطلب كثير، وفي البداية صعب إنك تجيب غذاء، بس إذا وصلت بعدين راح يكون في عفن وغذاء في كل مكان صدقني. وبعد فيه طريقة ثانية للتعامل مع الغذاء واسمها تدوير المحصول، وهي باختصار تستخدم اللي تفرز النباتات عشان تغذي النباتات الثانية. فمثلا تبي تزرع يقطين بس ما عندك growth formula، فراح تستخدم نبتة ثانية عشان توفر الغذاء. واحدة من أفضل النباتات اللي تبدأ فيها هي الثوم، لأن ينزرع في كل المواسم ويستهلك سهمين ويفرز منور وبس يحتاج عفن. ازرع 6 ثوم، حط 12 عفن، خلها تنبت مرتين، وبعدها حط 12 عفن ثاني مرة. وبعد ما تصير ناضجة وتشيلها، الحين الأرض فيها 12 سهم منور وgrowth formula، وذي راح تكفي إنك تزرع 6 يقطين أو بطاطس أو باذنجان أو جزر. وبعد ما زرعها راح يكون عندك 12 سهم من 2 الغذاء اللي تفرز النبتة اللي قبل، فيمديك تكمل الدورة والطريقة ذي للأبد. بس راح تستهلك ادخار واحد بس للغذاء، بعدين يمديك تعيد الدورة وتعيد الدورة وتعيد الدورة للأبد بدون ما تحط غذاء. كل الشغل على اللي تفرز النباتات، بس تذكير ان النبتة الأولى تحتاج غذاء عشان تنبت، تحتاج أكل عشان تصنع أكل. الطريقة ذي أكيد ان توفر عليك انك تحط غذاء يدويا وتخليك تزرع بشكل منتظم وفعال، وبعد يحول الغذاء سهل انك تجيبه مثل العفن الى غذاء مو مرة سهل تجيبه مثل الجروث فورمولا. يمديك تستخدم الطريقة ذي اذا ما عندك غذاء اللي تبيه، بس عندك غذاء ثاني يمديك تحول لشيء افضل مفيد للبداية. بس السلبية الكبيرة هي الوقت، تحتاج تزرع نبتات انت ممكن ما تبغاها عشان تزرع نبتات انت تحتاجها، ويمكن تاخذ وقت طويل على ما تحصد النبتة اللي تبيها. بس اذا عندك وقت وتفضل الطريقة ذي وما تبي تحط غذاء كل مرة تبي تزرع، ممكن الطريقة ذي هي الأنسب لك. بس أنصح أنك تشيك على المحصول بالخوذة في كل مرحلة تتأكد أن كل شيء تمام. طبعا الطريقة الأرخص لاستهلاك الغذاء وهي الطريقة الأقوى غذاء ذاتي المجموع، وهي مجموعة من الخضروات والفواكه اللي راح تعتني بغذاء الثانية والعكس تمتص غذاء الثانية. يوم تبدأ تحصد ما راح تهتم لتوازن الغذاء والخربيط ذي. خلنا نشوف الطماطم باذنجان، الغذاء اللي يمتصونه ويفرزونه هو متوازن مع الثاني، يعني في كل مرحلة راح يغذون بعضهم وما تحتاج تسوي شيء إلا في البداية. وفي قلي مجموعات من 2 تنفع البعض، بس العكس تماما للمجموعات الثلاثية. في الخلاصة راح يكون في كل المجموعات المتوازنة. طيب يوم تبي تسوي الطريقة ذي لازم تنتبه لبعض الأشياء. أول شيء كل أرض زراعة لازم تكون النبتات متوازية، وبعد لازم تنتبه على نقطة العائلة، يكون عندك النبتة 3 نبتات من نفس النوع قريبة من بعض. بس إذا ما فهمت شيء عادي، لأن بعد في الخلاصة راح يكون في كل طرق الترتيب الفعالة اللي تحتاجها. بس لا تنسى النبات تحتاج إنك تعطيها غذاء فول مرحلة، لأن فول مرحلة أول واحدة من النباتات راح تفرز شيء. كيف تعرف إذا النبتة تحتاج غذاء؟ ببساطة استخدم الخوذة الزراعية المطورة وراح يعلمك شو تحتاج. بعد أول مرحلة النباتات راح يغذون بعضهم، ذي الطريقة هي الأرخص وأقل وقت. النباتات راح يسوون الشغل عنك، وهي الطريقة الأكثر أوتوماتيكياً. بس انصحك انك تشيك على حالة النبتة في كل مرحلة لتوزيع الغذاء، لان بعض الاحيان ما تضبط لاسباب طويل شرحها. فشيك على النباتات في كل مرحلة عشان تتأكد انها تكون كبيرة. والسلبية هي ممكن تكون معقدة اذا تبي نبتة معينة، في البداية لازم تحصل مجموعة تشتغل في الفصل اللي انت فيه، بعدين لازم يكون عندك بذور كثيرة. اذا قدرت تسويها راح يكون عندك خضروات وفواكه بكثرة وانت ما تحتاجها اصلا. مثلا اذا انا ابغى ازرع دراجون فروت في الربيع، فيمدينا ازرعها مع بصل وثوم، بس الحين عندي بصل وثوم انا ما احتاجهم. صح ممكن احطهم كفيلر،
بس الزبدة هي ان في حالات انك ما تبغى كل الخضروات والفواكه اللي قاعد تزرعها، بس للحين هي افضل طريقة للزراعة بكميات. وذي كل الطرق اللي ممكن توفر غذاء المحصول حقك. معقد صح؟ طيب الحين عرفنا كل شيء نحتاجه عشان نزرع محصول ضخم، فراح نزرع مع بعض ونشوف ايش قاعد اسوي عند كل مرحلة. في المثال ذا راح ازرع بطاطس. نحتاج عشان نحصد بطاطس ضخمة ان يكون في واحدة أوقع نقاط توتر للنبتة، واللي هي الفصل، العائلة، الرطوبة، الويد، التكلم، والازدحام، واخر شيء الغذاء. اذا قدرنا نسوي كل النقاط ذي بافضل شكل فراح تكون النبتة ضخمة. وخلنا نشوف اذا الخريف هو الفصل المناسب للبطاطس. يمديك تشوف معلومات زي نوع الغذاء وكمية الماء والفصول المناسبة باستخدام الخوذة الزراعية. يمديك اذا كنت لابس الخوذة تروح عند نبتة وتسوي بحث لها. اذا سويت بحث لكل مراحل النبتة راح تفتح لك كل المعلومات. بعد الخوذة راح تقول اذا النبتة وضعها تمام او تحتاج شيء، بس ما راح تقول لك الشيء بالضبط. عشان تعرف بالضبط تحتاج تطورها في الرونج تحت الارض. طيب هذه واحدة من نقاط التوتر خلصنا منها وهي الفصل. بعدين العائلة، زي ما قلت ازرع 4 على الاقل نبتات من نفس النوع قريبين من بعض. بعد الازدحام لا تزرع اكثر من 10 نبتات في الزراعة واحدة. كذا خلصنا من 3، باقي 5. واسهل شيء هي الويد، اذا كان فيه شيله، واذا كان فيه حفر زراعة فاضية راح ينبت فيها فلا تنسى تشيلها. وبعد لازم تكلم للنبتات او انك تعزف بالبانفلوت، قرن بيفلو او المان مان باند واللي هي افضل شيء، وبعد بس هدفات عزف للنبتات في كل مرحلة، وقبل الأخير الماء. وعشان تتعامل معه ببساطة عب الأرض بالرطوبة، وإذا انقصت ترجع عبها، واستخدم الخوذة عشان تعرف إذا النبتة تحتاج ماء أو لا. تصدق استخدم الخوذة عشان تعرف كل شيء، زي ما قلت راح تعلمك إذا النبتة تمام أو تحتاج شيء، مهمة مرة. طيب آخر شيء واللي هو الغذاء. طيب البطاطس تحصل النوع الثالث، واللي يعطي النوع الثالث زي ما نشوف هم منور وإجوانو. طيب بس الحد للغذاء في أرض زراعة هو 12.5 لكل نوع غذاء، فعندي نزرع 9 بطاطس واللي راح كمجموع يطلبون 18 غذاء، بس هذا كمجموع. في كل مرحلة بس راح تستهلك 4.5 غذاء، فيمديك بعد مرحلتين ترجع تحط منور زيادة. وكذا سوينا كل شيء والمفروض تنبت بطاطس كبيرة، وزي ما نشوف فعلا انبتت كبيرة. والحين بدينا نسوي فيها طبخة أو تصنع منها خوذة، وإذا تبي تزرع شيء غير البطاطس شوف الشرح ثاني مرة وتعلم. بس أهم شيء هو الخوذة والمعلومات اللي فيها، فلا تنسى تسوي بحث عند كل مرحلة لكل نبتة وبعد لكل الغذاء. لورد ذا فروت فلاي هو بوس، وراح يرسم ذي في 15 نبتة ناضجة في مساحة 1.5 مربع أرض، وبس راح يرسم بعد يوم 35. بس كل مرة نبتة تعفن الوقت يقل بنص يوم، وصدقني راح يرسم. عشان تقاتلها يمديك تضربها إلى يوم تجي ضربك ووخر، ودمها قليل فيمديك تضربها بدون ما توخر. إذا كان عندك درع ما راح تموت وتوفر وقت أحسن لك. خلك زي لاعب مكفرد، راح يكون معها نفسها بس صغار، وراح يروحون عند نبتات ويعطون نقاط توتر. بعد اي حفرة فاضية راح يزرعون فيها ويد. بعد ما تقتلهم اللوت حق البوس في فاكهة يمديك تاخذها، وراح يطلع لك حشرة ويلحق زي شستر راح يتكلم مع النبتات اذا كان قريب منها. الزراعة هي واحدة من الطرق انك تجيب اكل. واذا انت مروق ممكن تستمتع انك تزرع تنتبه النباتات، بس مديك تخلى عن الزراعة وتعيش بسهولة بطرق ثانية مثل العسل والخنازير واللور بلانت وطرق كثيرة. بس لحين الزراعة طريقة تستاهل تجربة، إذا حسيت إنها معقدة بس استخدم الطريقة الأولى بدون ما تشوف الماء وتتكلم مع نباتات كأنك مجنون وتشيك الغذاء. بس لو إنك تبي خضروات ضخمة بس لازم تضحي شوي من وقتك، أمزح كل وقتك. والفيديو كان سريع بس عشان ما أضيع وقتك،
بس عشان تفهم من جد عيد الفيديو أكثر من مرة وجرب نفسك وشوف إيش سويت غلط. إذا مو فاهم أي شيء عن الزراعة اسألني وراح أرد عليك. بس هذا كان كل شيء، الحين من جد الفيديو خلص. إذا عجبك أو استفدت حط لايك ولا تكذب علي تقول ما عجبك، كلنا ندري إنك كملت الفيديو للنهاية. إذا تبي شروحات وفيديوهات من ذا الشخص فاشترك، وإذا تبي تشوف الفيديو أول ما ينزل فعل الجرس. بس أنا ما أدري ليش مستعجل. المهم هذا كان كل اللي عندي، مع السلامة.